بيك. اهلا بيك يا اسلام، اهلا بيك، مرحبا بيك. بس انت كده ولعت البوتاجاز بدري بدري لا اصل دايما بص قبل المباراة الاهلي والزمالك، يعني انت فاهم، انت ولعت البوتاجاز بدري لا هو بدري. دايما دايما ال ال يعني الكلام اول لما بيجي اسم محمد صديق لازم تتقال الواقعه دي، ان محمد صديق دخل في مفاوضات مع النادي الاهلي قبل مباراه الزمالك، وانت اللي كنت ماسك عماد متعب في المباراه اللي سجل فيها اعتقد هدفين، اتنين المباراه دي خلصت 2-0 2-1 2-1 اللي سجل فيها عماد متعب هدفين، ثم انتقلت، هي المفاوضات بدأت في ثم انتقلت الى النادي الاهلي. المفاوضات بدأت في ست، يعني في ست شهور الاخيره. ف كانت قبل ماتش الاهلي والزمالك. الحظ بقى ان هو كان في مباراه الاهلي وزمالك، مباراه الزمالك واسماعيلي، يعني هي جت بالصدفه، يعني مش ما كانتش مترتبه يعني. كان مين اللي وحتى لو بلعب الاهلي يعني كان، يعني كان مين انت تقصد مثلا احنا خسرنا عشان انا ما كنتش يتقال كده يعني. دايما بيتقال لي، انا بقول لك بمنتهى الصراحه. بص هو يعني هو في رئيس نادي، لا استحملك طبعا، هو في رئيس نادي طلع يعني بعد المفاوضات ما فشلت معاه وقعدنا معاه والموضوع خلاص، يعني موضوع الزمالك كان اتقفل بالنسبه ليا، وخرج بعد الماتش قال كده يعني مع العلم ان كان في مفاوضات. فالتصريح ده كان في مفاوضات مع قبل كده مع النادي الاهلي برضو، وفي مباراه خلصت بالتعادل 0-0 مع كاجودا، ولعبت الماتش ده كنت كويس جدا يعني. فهي ممكن كانت صدفه طبعا. وبعدين هو مين اللي كان فوضى قبلها كابتن صديق في النادي الاهلي؟ اه لا هو كان يعني كان في واحد صاحبنا يعني ووسيط ما بيني وما بين النادي. ازاي بعد ماتش الصوره دي بعد ماتش الاهلي والزمالك؟ لا 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 لا، الصوره دي كانت في مؤتمر صحفي، واهدى كده واحنا جايين نتكلم في حاجه، احنا كبرنا دلوقتي وبقينا مدربين وهدي البوتاجاز الله يخليك. خلاص وكل احترام للنادي الزمالك وكل احترام للنادي الاهلي الله يخليك، وسيبنا ناكل عيش بقى يا اخي. انا ماشي جنب الحيط يا اخي والله. لا ماشي جوه الحيط كمان مش يعني. لكن ما قلتليش مين اللي فاوضك اول مكالمه من مسؤول داخل النادي الاهلي. اول كان في الوقت ده القائم بالعمل مدير الكوره كابتن حسام البدري، وكان باشمهندس عادل القيعي كان مدير تعاقدات في الوقت ده وقتين. اتقال وانت صحح ان الكابتن حسام البدري كلمك قبل مباراه الاهلي والزمالك ب 24 ساعة وكلم طارق السعيد كان بيأكد عليكوا الانتقال للنادي الاهلي. مش مظبوط خالص. لا لا اخلاق، لا اخلاق الكابتن حسام تسمح كده. انا بسأل. ولا 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 تقاليد الكابتن حسام. ده كان قبل، مش قبل 24 ساعة. لا الموضوع كان قديم جدا قبلها ب 48 ساعة. لا 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 لا، الموضوع كان قديم جدا، ما اتكلمناش اصلا 72 ساعة ولا حتى 3 اسابيع حتى. كنا قعدنا ويعني انا ما اعرفش كمان ان طارق كان قعد مع الكابتن حسام. ده اتقال انت لكن اللي انا اقنعت طارق السعيد. لا انا اقنع طارق السعيد وانت تصدق ان انا اقنع طارق السعيد. فلا لا الكابتن حسام بصراحه ما كانش اتكلم معانا في حاجه خالص قبل الماتش ب 24 ساعه ولا 48 ساعه خالص يعني. هو اتكلم يعني قبلها بكتير جدا، كنا في شهر رمضان وكان الموسم لسه داخل في فتره اللي هي الشتويه، فما كانش فيه لسه تخطيط لاي مؤامرات يعني في هذا الجانب يعني. يعني انت ما يعني ما رحلتش عن نادي الزمالك بمؤامره؟ لا وانا المفروض ان انا بلغت ان انا عقدي يا جماعه عقدي خلص مره واثنين وثلاثه، وكان كان بيتقال لك ايه؟ وكان في ما كانش بيتقال لي حاجه، كان في تغيير مجالس ادارات دايما، كان في لجنه جت برئاسه اعتقد استاذ مرسي عطا الله وبعد كده وبعد كده الله يرحمه، وبعد كده جه استاذ ممدوح عباس بمجلس اداره، وبعد كده اتشال ورجع المستشار مرتضى منصور واتشال. فالموضوع ما كانتش يعني ما كانش مهيأ نفسيا ان انا ابقى متواجد داخل نادي الزمالك في الوقت ده، بدليل ان انا لما كلموني نادي المقاولين رحبت ان انا ارجع لنادي المقاولين في الوقت ده، وده مع مش اي حد يعرف الموضوع ده يعني. اللي هو ايه؟ اللي انا نادي المقاولين لما كلمني رحبت بشده ان انا ممكن اكون متواجد في جوه. يعني انت تلقيت وقتها يعني عرض قرار من الاهلي، يعني انا قرار رحيل من نادي الزمالك
كان كان قرار اولي ان انا لازم امشي يعني. واخد قرار خلاص واخد قرار بسبب يعني المعامله ان ما فيش حد مهتم انك لا يعني انا في الفتره الخمس سنين انا ما قصرتش، خدنا بطولات وكان جيل قوي جدا يعني. اه طبعا واخدين اعتقد وخدنا بطولات. وخدنا يعني اعتقد في 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 2003 افضل نادي في العالم في شهر فبراير 2003. وكنا فرقه جامده جدا وكنا تيم كويس جدا. ابتدى الوضع بقى كل ما يتقرب انتخابات، كانت اعتقد انتخابات 2005 اللي فاز بيها المستشار مرتضى منصور، لعيبه ابتدت تمشي، ابتدت تبطل، ابتدت تنتقل لانديه تانية، ابتدت تحترف. الفرقه يعني ما كانش فيه تدعيمات قويه جدا. هل كان وقتها بيتم تفكيك الفريق متعمدا؟ يعني انا بصراحه ما كنتش مركز في كده، يعني انا كنت لعيب كوره في الفرقه. لا انا بكلمك انت يعني شاهد وقتها على عصر مهم جدا. ما اعتقدش، هو كان دايما لما بتيجي تدعم الفرقه بيبقى في لازم يبقى في فلوس، فما كانش في فلوس في الوقت ده ان انت تدعم بشكل قوي، وبدليل ان الناس اللي كان عقودها بتخلص كلها مشيت. ولا الصراعات الانتخابيه اللي كانت موجوده في نادي الزمالك، انا كنت بغطي فانا كنت شايف الصراعات اللي موجوده في ما بين المرشحين وما بين دايما الازمه اللي بيعاني منها نادي الزمالك، هي اللي خلتك ما تبقاش عارف. يعني مثلا كان في مرشحين بيكلموك لا ما تجددش، لا فلان نجح فما تجددش، لا انا لو نجحت فانت هتجدد معايا. انا كان بيتقال لك ده؟ هل كان في ناس بتقول لك ده؟ ما حصلش يا كل الناس كانت عايزه ان انا ابقى متواجد، ولكن ما كانش متواجد فلوس في الوقت دوت. واعتقد كان موجود في مجلس اداره الاستاذ خالد لطيف والمستشار احمد جلال ابراهيم في الوقت ده، وكانوا مصرين بشده ان انا ابقى متواجد جوه نادي الزمالك. ولكن تعرف في نهايه الامر انت بتدور على راحتك النفسيه وراحتك الماديه، وفي الوقت ده كان قرار ان انا امشي. كنت بتدور على راحتك